وقال حضرته في هذه تتمت لما قاله في لقاء البارح، معنى ذلك أن فريق من أهل الكتاب سيؤمنون به قبل موته. المشكلة هنا هي في إن من أحد. هنا إذا فسرنا يعني أحد ليست محذوفة كما فسر حضرة أمير المؤمنين في لقاء البارحة، ولكن بالعكس إن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به. هنا إذا فكرنا في هذه النقطة خلال حياة سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، أي ستؤمن به كل قبائل بني إسرائيل، القبيلتين اللتين كانتا في إسرائيل والعشر قبائل الأخرى. نعم. وأمير المؤمنين يضيف أيضا ويقول إن حزب أيضا يمكن أن نشير إلى هذا هنا. وفسر حضرته هذه النقطة الهامة من منظور المهمة التي قام بها سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذ كما تعرفون سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم أرسل للناس كافة وأرسل للناس أجمعين، فهكذا في وقته صلى الله عليه وسلم لم تنتشر دعوته في كل العالم المعروف، ولكن قد دخل في الإسلام أناس يمثلون هذه الأقوام، وهكذا تطبقت هذه الحياة بحذافيرها، أي قد كان هنالك ممثل لكل هذه القبائل أو لكل هذه الدويلات والجزر المعروفة في ذلك العالم. وهذا بالضبط ما وقع في حالة سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، أي خلال حياته هذه الأشياء أيضا قد تحققت. ثم يقول حضرة أمير المؤمنين الكلمة المفقودة والكلمة المخفية هنا هي ليست أحد بل فريق أو حزب كما بين حضرته، لأن خلال بعثة سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام في فلسطين قد قبله بعض أعضاء من القبيلتين فقط، ولكن لابد أن يقبله أعضاء أو ممثلو العشر القبائل المتبقية الأخرى. فإذا ربطتم هذه الحالة بحالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ستفهموا هذه الأمور ببساطة أكثر. القرآن الكريم يخبرنا ماذا وقع لسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام بعد حادثة الصلب هذه، والآية الكريمة في سورة المؤمنون قد تبين هذه الحادثة العظيمة وتقول بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين. فيقول حضرة من المؤمنين الإيواء لا يقع في وقت الفرح والسرور، بل بالعكس لابد أن يكون هنالك خطر، يكون هنالك خطر آتي من منطقة معينة ف تعطوا هذا الملجأ أو هذا الإيواء لذلك الشخص، والله سبحانه وتعالى قد آويناهما أي سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام وأمه. سيدنا عيسى لما كانت له شخصية منفصلة أي كان ذلك بعد ولادته عليه السلام، فهكذا يخبرنا القرآن أنه لما كان سيدنا عيسى وأمه في خطر أعطاهم الله سبحانه وتعالى هذا الملجأ وأواهما الاثنين، وذكر ووصف القرآن الكريم وأشار إلى تلك المنطقة وقال إلى ربوة ذات قرار ومعين، معنى ذلك أنه مكان فيه سلم ومكان هادئ وفيه مناهل ماء وفيه ينابيع ماء كثيرة أيضا. وهكذا المؤرخون أيضا قد بحثوا هذه الأمور وقد فسروا وبينوا هذه الأمور وقالوا أن قبائل بني إسرائيل التي هاجرت من مناطق مختلفة من فلسطين بالتحديد قد ذهبت إلى كشمير حيث استقرت مرورا بأفغانستان. This is why after the crucifixion of Jesus Christ from which he was liberated and then migrated, his mother also disappeared and she was never heard of again, Hazrat Maryam. So within a few days she disappeared. So did she also go to heaven if heaven is the place where Awayna Huma? يقول حاتم من هنالك إضافة هامة أريد أن أخبركم بها، وهي أن بعد حادثة الصلب هذه التي وقعت لسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام أمه أيضا السيدة مريم أيضا قد اختفت عن الأرضار تماما. فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل هي الأخرى رفعت إلى السماء كما يعتبر هؤلاء العلماء؟ لا، القرآن هنا يشير إلى أويناهما أي الاثنين، وهذا تأييد للتفسير القرآني العظيم. نرجع الآن لما قاله حضرة أمير المؤمنين البارحة، وهو العلماء والمؤرخون قد أشاروا وبينوا وفسروا هذه النقطة أن قبائل بني إسرائيل هذه قد هاجرت إلى كشمير مرورا بأفغانستان وإيران ومناطق أخرى مجاورة، وهكذا نرى في كشمير هذه علامات تشير وتؤيد وتؤكد، إذ ملامح الناس وجوههم أسماءهم أسماء الطرقات كل هذه الأوصاف حتى التي وصفها وضعها لنا القرآن تؤيد هذا الخبر القرآني العظيم والذي يؤيده أيضا التاريخ من زوايا مختلفة. ثم يقول حضرة أمير المؤمنين أن هنا
هذه الآية تؤكد أن أفراد من هذه القبائل العشر الأخرى سيؤمنون بسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام قبل موته، وهكذا ستتطبق هذه الآية بحذافيرها عليه كما تطبقت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة الله سبحانه وتعالى في أنبيائه الذي يرسلهم لهذه المهمات الروحانية العظيمة. ثم تطرق حضرته وبين النون الثقيلة هنا لا يؤمنن به، وقال أن العلماء يؤكدون ويقولون أن عيسى عليه السلام رفع إلى السماء ولم يمت وسيرجع مرة أخرى، وهكذا سيؤمن به كل أفراد بني إسرائيل. وحتى اليهود يقولون بأشياء مثل هذا، يقول أن هذه الأمور تتعلق بالأشياء المستقبلية لبني إسرائيل. ففعل النون الثقيلة هنا لا تعني أن أهل الكتاب سيولدون بعد ذلك، بل بالعكس سيكون امتداد. ويقول حضرته هنا ولكن هنا هم كانوا موجودون هنالك، فالنون الثقيلة في الحقيقة تتعلق بالإيمان، وأهل الكتاب لابد أن يكونوا موجودين في ذلك الوقت كي تنطبق عليهم. ويقول حضرته أريد بإمكاني أن أنقدهم أكثر من هذه الزاوية وحول هذه النقطة. حسب ظن هؤلاء العلماء، المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام لم يمت على الصليب، أي لم يصلب. وفي نفس الوقت يقولون أن شبيها لعيسى عليه الصلاة والسلام علق على الصليب وتوفي. وهكذا ويعني بهذا التفكير يقولون أن هذا الرجل قد تحول تماما وأصبح شبيها لسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. يقول حاتم المنين إذا كان فعلا هذا ما حدث، إذن إن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به، لابد أن تقول الآية أهل الكتاب الذين يأتون في المستقبل، ولكن الآية لم تتحدث عن أهل الكتاب في زمن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. فالعلماء يقولون لما ينزل سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام كل أهل الكتاب سيؤمنون به، وهذا لم يحدث حتى في بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف يحدث هذا لسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام؟ وهكذا يتعدى سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام يباغت الرسول صلى الله عليه وسلم، أي زمنه يدخل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ويكسر خاتمية الرسول صلى الله عليه وسلم حسب ظن هؤلاء العلماء. فبهذا التحدي وبهذه المباغتة ينفرد سيدنا عيسى، وهكذا يبشر هذه أقوام بني إسرائيل وتدخل في أمور الأمة الإسلامية. والنقطة الأساسية هنا حسب، وهذا نقد مرة أخرى، هذا ما لا تعتقد به جماعة الإسلامية الأحمدية، ولكن هذا نقد من حضرة أمير المؤمنين. ويقول حضرته في الحقيقة يصعب علينا تقبل مثل هذه التفاسير، فكيف يستفيد الشخص من رأي عيسى أن سيدنا عيسى عليه السلام علق على الصليب ومات حسب اعتقادهم؟ فهذا الاعتقاد يجعل سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام والعياذ بالله شخصا ملعون. ويقول حتى من المؤمنين أول تصريح بأن سيدنا عيسى لم يصلب أعطى بعد 600 سنة لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هنا السؤال مرة أخرى يطرح نفسه، ما هو ذنب هؤلاء يعني معاصروا سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام الذين شاهدوا بأم أعينهم أن هذا الشخص الذي ادعى أنه نبي ومسيحا وأنه سيخلصهم من أمور كثيرة، هذا الشخص وضع أمام أعينهم على الصليب وتوفي أو وقع له ما وقع، ولكنه لم يكرم ولم يحترم، فما هو ذنبهم إذا لم يؤمنوا به؟ كيف سيجيبون الله سبحانه وتعالى؟ ستكون هذه الإجابة أن الله سبحانه وتعالى إذا سألهم الله سبحانه وتعالى لماذا لم تؤمنوا بذلك الشخص، فإجابتهم ستكون واضحة، أنت أخبرتنا وعلمتنا في تعاليمك المقدسة أنه إذا ادعى شخص أنه من الله سبحانه وتعالى وكذب، فهكذا إذا وضع على الصليب ومات تلك الموتى الصليبية ويصبح شخص ملعون، وهكذا ليس لزاما علينا أن نؤمن به ونتبعه. إذن هنا ما هو ذنب هؤلاء؟ هل سيعاقبهم الله سبحانه وتعالى أو سيسمح لهم؟ هذه الأمور لا حكمة فيها ولا عقل ولا منطق فيها، ولا نريد أن نخوض فيها أكثر، ولكن بعجالة هكذا لا نقبلها. فنقطة أخرى أيضا هامة ذكرها حضرة أمير المؤمنين، أن حسب ظن هؤلاء العلماء لما سيرجع سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام في آخر الأمة المحمدية، ما هي مهمته؟ هل سينصر المسيحية يعني دينه ويبشر هذه القبائل بني إسرائيل، أم سينصر الإسلام؟ ماذا سيفعل؟ هذا أيضا سؤال آخر مهم ولا بد أن يجيبوا عليه. وثم تطرق حضرته إلى النقطة الأساسية وفسر الآية القرآنية القائلة، وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. يقول حضرته كيف سيؤمن الجميع بعيسى
إلى يوم القيامة. كيف سيحدث هذا؟ إذ أن زمن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام انتهى ببعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف سيحدث هذه الأمور؟ هل هذه فيها حكمة؟ وهذا السؤال مرة أخرى يطرح. ويقول حضرته أن العلماء يظنون أن ذلك الرجل الذي خدع الله به الرومان وضحك عليه، أي الرجل الذي وضعه الله على الصليب وأعطاه شبه سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، يقول هؤلاء العلماء أن اليهود الذين ماتوا قبل بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حسب ظني ومن هذا المفهوم أنه خدعوا، وما هو ذنبه؟ ما ذنب هؤلاء؟ ماذا سيفعلوا أمام الله سبحانه وتعالى؟ هل سيؤمنوا بما شاهدوا بأم أعينهم؟ هل سيعتقدوا أن سيدنا عيسى كان ملعودا والعياذ بالله؟ ما هو ذنبهم مرة أخرى؟ وكيف سيؤمنوا به يعني قبل موتهم؟ هؤلاء قد توفوا بهذه العقيدة وهذه العقيدة فيهم، فكيف سيؤمنوا بهذه الأمور وهم قد توفوا؟ هل ماذا سفر؟ هذه الأمور قد انتهت وسجلت في التاريخ وعند الله سبحانه وتعالى وانتهى أمر تلك القضية. فهذا التفسير مرة أخرى أفنده حضرة أمير المؤمنين وبين أنه لا قيمة له ولا أساس له ولا منطق ولا حكمة فيه. فالله سبحانه وتعالى يقول هؤلاء يعني واصل حضرته وفسر أن هذه الأمور في الحقيقة نريد أن نؤكد لهؤلاء العلماء أن الله سبحانه وتعالى لا يكذب مثل هؤلاء العلماء المتطرفون، بل بالعكس كل أقوال الله سبحانه وتعالى مبنية على حكم وعلى أسس وعلى سنن معروفة ولا بد أن تتحقق. ثم قال حضرته أن الله سيخبرهم أي سيخبر هؤلاء بعد 2000 سنة بهذه الأمور، فكيف ستحدث وهم قد اضمحلوا وتوفوا تماما؟ فيقول حضرته أين المنطق في هذا وأين المنطق من هذه الأمور؟ فمعاصر المسيح عليه الصلاة والسلام سيسأل الله سبحانه وتعالى لماذا لم تخبرنا بها وقد أخبرت أجيال أخرى بعدنا ب2000 سنة؟ هل هذا فيه عدل؟ هل هذا فيه إنصاف؟ أي لم تخبرنا نحن كمعاصري لسيدنا عيسى، بل تخبر من لا دخل لهم في هذه الأمور ويأتون بعد 2000 سنة؟ أين المنطق في هذا؟ يقول حضرت من وين، وهذا تعليق أيضا مني، في الحقيقة أن ما يقدمونه من تفاسير حول قضية سيدنا عيسى هي في الحقيقة لا تسمن ولا تغني من جوع. Right. Now I have a few more points to raise in relation to this question, because they mislead the common people by this verse so much that even if you produce some very powerful solid argument from in other areas, when they come to this verse they say this very clear, لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. So by qabla mautihi, they refer he to Isa alayhi salatu wasalam. And even if they refer it to, the argument would be that because if you write that Jesus lived for 120 years and he survived the crucifixion, then within 120 years of his life, all the members of the Bani Israel community should have accepted him, and it did not happen. So they say because Quran cannot be wrong, so argument is right that he refers to Jesus alayhi salatu wasalam. Qabla mauti he. So before his death they will accept him. And because they have not accepted him, so he has not died. Understand? But who are they? That is the question. Bani Israel are those who will believe. So the act of Noon Saqila is related to Bani Israel. And who were the Bani Israel at the time of Jesus Christ? They are mentioned. So what, whichever side you turn the he, the net result would be exactly the same. Who is going to believe? Not those who will be born in future, but Bani Israel at the time of Jesus Christ, because this verse is continuous. And they will believe before his death. So the question is, if he is still alive and they died and they did not believe in him, then the Quran is wrong.
So you can't save Quran from being wrong if you misinterpret it. It is your wrong interpretation which has proved the Quran wrong. No fault of the Quran. Now, he mentioned yesterday, Ubadah, that they say the Noon is Thaqeela has to be in future, and because the verse was revealed to Ahadrah Sallallahu Alaihi Wasallam, so we will start the future from his time onwards, not before it. Right? First of all, this is the style in every language, that the future, relative future is also mentioned in the past. Like he would do it. So it is the same style in Arabic, and the Holy Quran also speaks of such things, لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. All mankind, not after Rasulullah when this verse is revealed, but before, right from the start of the creation of mankind, are included in this address. And the address is definitely with Noon-e Saqeela in future. That, oh you mankind, you will rise and progress, layer upon layer, stage after stage. This is the verdict of God which we see fulfilled in evolution and other things. So although the man is addressed, but he's addressed even before he's born. And Noon-e Saqeela is still applicable. Because as if God is speaking before the creation, and those who follow, they would go through this taqdeer of God, that they will rise not suddenly, they will not spontaneously be born, but they will develop stage after stage after stage. So there is another Noon-e Saqeela which begins its action even before the creation of man. But with reference to the beginning, the progress is in future. So the act of Noon-e Saqeela is still in future, but relative future. But for the time being, I leave that, because some thick-headed people will not agree, I know that. But I come to now the time of Rasulullah. Was this verse revealed to Rasulullah or not? Was it not revealed 1400 some years before? It was, and certainly it was. Then why didn't Noon-e Saqeela work? If it couldn't work for the time of Jesus, it should have started working from the time of Muhammad Rasulullah when this verse was revealed to him. So there the statement is, now, O Prophet of God, إِمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ الْيَوْمِ نَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. Then at least the people of Ahadrah's age, the Ahl-e Kitab who lived there, they should have believed in Jesus Christ if he were alive. But they know they didn't. So their meaning is definitely wrong, because otherwise the Quran has to be wrong, and the Quran cannot be wrong. But another way of looking at it is also very interesting. The Quran has no contradiction whatsoever in it, absolutely. If this was according to their twisted interpretation, means Jesus is still alive, what about that verse which says, Ma Muhammadun illa Rasul, Qad khalat min qablahi Rasul. Noon-e Saqeela is speaking of future. This verse is speaking of the past. So what a contradiction it would be. One verse revealed to the Holy Prophet tells him that before you, Jesus, because he was also a prophet, all prophets have died, so Jesus has to be one of those. And Noon-e Saqeela comes and says, no, I tell you, Prophet, that he is still alive, he will live in the future, and the future generation will believe in him. So what a fantastic contradiction. The Holy Prophet, in one breath, is told that before you all have died. In the other breath, he is told, no, Jesus Christ is not dead, he will live on. So this is impossible, because there is no contradiction in the Holy Quran.
whoever believes there is a contradiction, he is a non-believer. But that is not the only verse. The Holy Quran has so many other verses speaking specifically, clearly of death of Jesus Christ. Which means that he is dead. So now translate it. وَإِمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ إِمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. When the Quran has declared he is dead, what was the meaning of this verse? The only meaning which is possible is the one which I suggested now. If not the only meaning, at least one of the meanings which holds sense, definitely, is that إِمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ means إِنْ حِزْبٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. He would not die until he has delivered the message to all the his Ahzab of Bani Israel to whom he was sent. And until the message is delivered and they believe in him through proxy, like Farz-e-Kifaya. Iman is also like Farz-e-Kifaya. If people from all Ahzab, a few from this and a few from that, believe in the Holy Prophet Hazrat Isa alayhi salatu wasalam, then this verse will be fulfilled. And this could only happen if Jesus lived after the crucifixion. Not in the heaven, but here upon the earth. He moved on from one tribe to another, delivered the message, and with the grace of Allah, they accepted him. Now, having said that, I turn back to the future they refer to. Can they offer a single example of any prophet who was rejected by his people altogether and God did not take notice of that? And instead of that, a few thousand years after that, all the people believe in him. Why? What is the purpose? Why didn't it happen to Noah? Why were they all destroyed? God should have said, don't worry Noah, they have refused, they rejected you. But I see to it that you do not die until they all believe in you. In case of Noah, it was more applicable and sensible because they believe he lived for 950 years. In 950 years, great changes take place. See? So, what was the hurry that God destroyed all these people? Moreover, under which principle God will do it, make it happen? When Hazrat sallallahu alaihi wasallam is rejected, Allah tells him that however much you desire, those who will not believe will not believe. And what is that special treatment to the Jews of the latter days? What good have they earned? Because they slaughtered the Palestinians and captured the Muslim territories and ran away with whatever they liked? Is that what God loves so much? That now when Jesus Christ, they all will believe. So it's fantastic, unbelievable. Stupidity heaped upon stupidity. I've never seen such a big heap of stupidity. Please. واصل حضرة أمير المؤمنين حديثه حول هذه النقطة الهامة وقال هؤلاء العلماء هم يضللون عامة الناس بتقديمهم لهذه التفاصيل المنحطة. وقال حضرته أن هذه الآية تشير إلا لا يؤمنن به قبل موته. هذا راجع على سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. فإذا كانوا يظنوا أن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام قد عاش إلى 120 سنة، فهكذا كل أفراد بني إسرائيل لابد أن يقبلوه. والقرآن قد أعلن صراحة
هنا وقال قبل موته. وبما أن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام لم يقبله بنو إسرائيل خلال حياته فكما دون في تاريخهم فهكذا لم يقبلوه ويقولون فلهذا الغرض سيكون على قيد الحياة، أي أن القرآن ليس من الممكن أن يقول الأباطيل، فلهذا وهكذا يبنون تفسيرهم هذا على هذا المنطق يقولون لذلك سيدنا عيسى هو لم يتوفى بعد عملية الصلب وهو عايش في مكان ما وهذه الآية ستتحقق له في يوم من الأيام. فحضرت أمير المؤمنين قد بين هذه النقطة وقال النون الثقيلة تتعلق ببني إسرائيل أي حول هذا النبأ الرباني العظيم، وهذا النبأ سيتحقق حتما رغم أنف الجميع، سيتحقق عفوا هذا النبأ على معاصري سيدنا عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، أي من شاهدوا بيوم أعينهم سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام سيتحقق هذا النبأ الرباني العظيم فيهم. ويقول حضرته هنا سيؤمنون به قبل موته، والسؤال هنا إذا عاشوا هؤلاء وماتوا ولم يؤمنوا به، فيبدو هنا أن القرآن قد قام بخطأ فظيع بهذا الخصوص، وحاشا لله أن يقوم بمثل هذه الأشياء. فيقولون أن النون الثقيلة تؤكد على حدوث هذه الأمور في المستقبل، وكما تعرفون أن هذه الآية قد أوحاها الله سبحانه وتعالى لسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلذلك حسب ظنهم لابد أن تتحقق في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. فسر حظ من المؤمنين كيف أن في لغات مختلفة، وضرب مثال حتى باللغة الإنجليزية بعض الأحيان تذكر فعل في الماضي ولكنه يشير إلى الأمور التي ستحدث أيضا في المستقبل. وذكر حضرته من القرآن الكريم لتركبن طبق عن طبق، ويقول حتى من المؤمنين أن هذا الفعل يعني ذكر في المضارع ولكنه يشير إلى المستقبل، فهذا فعلا ما تحقق في تطور الخلق وفي خلق الإنسان بصفة عامة، والله سبحانه وتعالى كان يخاطب الإنسان قبل نشأته وقبل خلقه له. انظروا إلى هذا التصوير القرآني العظيم وإلى هذه الإشارات الربانية الخفية التي لها معاني عميقة ومعاني كثيرة. ويقول حظ من المؤمنين لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع إذ يصعب علينا إقناع من لهم هذه العقول المتحجرة، إذ لا فائدة من إقناعهم بهذا الخصوص. وواصل حضرته حديثه وقال هذه الآية قد أوحت منذ 1400 سنة والآن مرت عليها هذه القرون الكثيرة ولماذا لم تتحقق، وأين النون الثقيلة الذين يؤكدون عليها، هل هي سائرة المفعول أم لا، ولم نرى أي تحقق لها. فإذا لم تفعل هذه النون الثقيلة أي شيء في زمن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام، فما هو المانع أن تصنع شيء وترينا هذه الأشياء في زمن سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال حضرة أمير المؤمنين إذا نظرنا إلى هذا الموضوع من زاوية أخرى، كما يعرف الجميع القرآن لا يحتوي على تناقض في نصوصه وآياته وكل ما يشير إليه، فالآية الكريمة من القرآن الكريم التي تقول ما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، هذه الآية تشير صراحة إلى أن كل الرسل قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، جميع الرسل قبل الرسول صلى الله عليه وسلم قد توفيوا بما فيهم سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام. فالنون الثقيلة المذكورة في الآية الأخرى تقول أنهم لا يؤمنن به، أي فهنا تبين أن سيدنا عيسى لابد أن يكون على قيد الحياة، وهكذا ستحدث تناقض بين الآية التي طرح من أجلها السؤال وهذه الآية القرآنية العظيمة التي ذكرها حضرة أمير المؤمنين. ويقول أن أي شخص يعتقد أن في القرآن الكريم تناقض هذا الشخص غير مؤمن بقوة وصراحة وصدق القرآن الكريم، وهذا بطبيعة الحال. فالقرآن الكريم قد صرح علنا أن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام قد توفي، فهنا يقول حضرة أمير المؤمنين السؤال المطروح ما هو معنى هذه الآية؟ يقول حضرته أن المعنى الوحيد المبني على المنطق والحكمة هو المعنى الوحيد الذي اقترحه وقدمه حضرته لهذه الآية، وهي أن لابد أن من أهل الكتاب يكون حزب أو فريق لابد أن يؤمنوا بسيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام قبل موته. وهكذا يقول حضرته أن الإيمان في هذه الظروف يكون مثل فرض الكفاية عليهم، وهذا يحدث إلا إذا كان قد إذا يعني سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام قد نجا من حادثة الصليب وعاش إلى سنين طويلة بعد ذلك، فهكذا ستتحقق هذه الآية كما أراده الله سبحانه وتعالى لها. ويقول في الأخير حضرة أمير المؤمنين الآن أرجع إلى المستقبل الذي يشير إليه هؤلاء العلماء وهذه النون الثقيلة وكل هذه الأمور التي يقولون بها. يقول حضرة أمير المؤمنين أعطونا مثالا واحدا لنبي
من أنبياء الله سبحانه وتعالى، رفضه قومه ورفضه الناس الذي بعثه الله سبحانه وتعالى ليبلغهم رسالات ربهم. فهؤلاء الناس يقولون أعطونا مثالا واحدا أن هذا النبي أو نبي من هذا الشكل قد أخذه الله ثم راجع لهم بعد سنين طويلة أو في زمن نبي آخر أو في أوقات أخرى، أعطونا مثالا واحدا. وضرب حضرته مثال لسيدنا نوح عليه الصلاة والسلام، إذ كثير من العلماء يقولون أنه عاش لتسعمائة وخمسين سنة، وذلك حسب النص القرآني الصريح وإلى أمور أخرى. يقول حضرة المؤمنين حتى هذا لم يحدث في حالة سيدنا نوح عليه السلام، ولم يخرج من هذا القانون الذي وضعه الله سبحانه وتعالى. فحسب أي قانون وحسب أي نظام يخرجون سيدنا عيسى من هذه من فريق الأنبياء ومن حلل الأنبياء هذه، ويخرجونه ويجعلونه منفردا ومتميزا ويختص بأشياء في الواقع لم يضعها الله ولم يسنها. ويقول حتى ابن المنين، لماذا هذا التخصيص لبني إسرائيل؟ لماذا الله سبحانه وتعالى خص بني إسرائيل حسب ظن وزعم هؤلاء العلماء؟ بني إسرائيل of later days, not those بني إسرائيل. يقول حتى من المؤمنين يتحدث هنا على بني إسرائيل الذين يأتوا في آخر الزمان. لماذا الله سبحانه وتعالى سيخصهم ويميزهم ويمشدهم على سائر الشعوب؟ هل للجرائم التي يرتكبونها ضد الإنسانية؟ هل إلى كل هذه الأمور والتعديات التي يقومون بها في وهذا ما ترونه وهذا ما تعرفونه، لماذا يفعل الله سبحانه وتعالى بهم هكذا؟ هذه الأمور معروفة ومدونة في التاريخ، والله سبحانه وتعالى لا يفعل مثل هذه الأشياء. But you have missed that point. If God has blessed the Bani Israel of the present age to accept the prophet of the time who appeared 2000 years ago, all of them together, it's a blessing of God which is unique, which has never happened before, which was denied to us as Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam positively. You think you, because you desire, you will make them believers? No. Because they will not, Allah will not turn them into believers. You, whatever you do, you can't change them. So the blessing which was denied by God to Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, that because you want to see the whole world Muslims, they will not turn into Muslims. Because God will not turn anybody against his will. So this is a favor denied to Rasulullah Sallam, this will be granted to Masih, that all his people of an age would believe in him. They have to have earned some pleasure of God. Otherwise, those who do not earn the pleasure of God, they are not unnecessarily bestowed such favors. So the goodness must lie with them. If it lies with Isa alayhi salam, according to the ulama, then Isa alayhi salam, nauzubillah min zalik, is better than Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. He didn't have that goodness, that for his sake Allah converted all the people of his age. But for Jesus, he did. So obviously, this does not mean that the favor shown to these people is because of Jesus. The favor is shown because of their goodness. So, who is Khaira Ummah? Bani Israel. Kuntum Khaira Ummatin is wrongly addressed. Such a nation had never appeared in all the history of humans. That at last they believed, all of them, 100% in their prophet. So this they must have done something very good, very special. So I suggested maybe what they are doing today to the world of Islam, maybe this is what is Allah, what Allah loves most. What they are doing to the Palestinians, what they have been recently doing to them. So maybe because of this Allah is so happy, he says, oh my children of Israel, now you deserve, all of you, to be counted among believers. Is this what they believe? The belief is so wrong, so twisted, that unbelievable, you know. Their head should be operated upon. That's only advice I can render. Please. وضح حضرة ابن المؤمنين هذه النقطة أكثر، وقال يبدو
حسب ما نراه من هذا التفسير أن الله سبحانه وتعالى بارك بني إسرائيل الذين أتوا بعد 2000 سنة، فهكذا خصهم بشيء لم يعطى حتى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه البركة التي لم تعطى لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أمته أعطت لبني إسرائيل. وهكذا في الحقيقة لن ينتشر دين الإسلام ولن تنتشر دعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بل بالعكس ستنتشر دعوة سيدنا عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. ويقول حضرة من المؤمنين إذا نظرنا إلى هذه النقطة من هذه الزاوية نفهم أن والعياذ بالله سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام يكون أحسن شأنا ومقاما من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما تعرفون قد بعثه الله سبحانه وتعالى للناس كافة، وهكذا لن يدخل جميع الناس في الإسلام، بل بالعكس من الناحية الأخرى سيدخل في دعوة سيدنا عيسى بن مريم كل بني إسرائيل، أي كما تعرفون كان رسولا إلى بني إسرائيل، كل أتباع بني إسرائيل سيدخلون في دعوته، ولكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لن يدخل في دين الإسلام كل الناس من مختلف الجنسيات والديانات. فهكذا يقول حضرة من المؤمنين من سيكون هنا من خير أمة؟ بطبيعة الحال حسب ظنهم سيكون بنو إسرائيل هم خير أمة، إذ سيكون لهم التميز والانفراد بهذه الميزات والخاصيات من الله سبحانه وتعالى. ففي الأخير جميع بني إسرائيل سيدخلون ويتميزون بهذه البركات وهذه الميزات من الله سبحانه وتعالى. يقول حافظ من المؤمنين ربما أن الله سبحانه وتعالى سيختص بنو إسرائيل هؤلاء في آخر الزمان لأعمالهم ضد الفلسطينيين واضطهادهم للشعوب الأخرى وما يفعلونه من أعمال سرية ضد كل هذه الشعوب من أشياء مما تعرفون ولا تعرفون. ربما الله سبحانه وتعالى رحمة منه سيرزقهم هذه البركة وهذه الميزة وهذه الخاصيات لهذه الأعمال الإنسانية الكافة. فيقول حضرته الله سبحانه وتعالى سيعطيهم هذا الإمام ويخصهم بهذه الأمور. يقول حضرة المؤمنين في آخر هذه الحلقة أن هذه العقيدة عقيدة ملتوية، أي عقيدة وهذا التفسير المنحط يبدو أنه خارج من عقيدة ملتوية وعقيدة منحطة، وينصح هؤلاء العلماء وكل من يقولون بمثل هذا التفسير أن يذهبوا إلى المستشفيات ويقوموا بعمليات جراحية على على أدمغتهم. The last thing I should like to warn the Palestinian Muslims who are hoping according to the mullahs against the Quranic verdict that one day they will inherit the Arz-e-Muqaddasa and it will be taken away from the Jews and handed over to them. According to the mullahs they are living in a fool's dream, because when Jesus Christ comes and all the Jews believe in him 100%, they will be the object of that verse, إِنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Because what better people, what more صالحون can you expect than a people who become all of them believers? So how can God dispossess them after they have become صالحون? He didn't mind as long as they occupied Palestine while they were not Salihun. But once Jesus comes as they believe he would, then all of them would be Salihun, then God will throw them out. And didn't they, wouldn't they put the Quranic verse before him and said, oh God, what are you doing? When we have become Salihun, you throw us out. This cannot happen. So forget about that. Virsa. So يَرَسُّهَا عَبَادِيُ الصَّالِحُونَ means Jews will continue to hold that because they would become عَبَادِيُ الصَّالِحُونَ after they believe in Jesus Christ. Okay, please. That's the last word. قال حضرة المؤمنين هذه النقطة الأخيرة وهي نصيحة للأخوة المسلمين في الأراضي المقدسة بفلسطين. يقول حضرته أنهم يعتقدون حسب زعم هؤلاء العلماء أنهم سيرثون الأرض المقدسة ويفتكونها من اليهود ومن بني إسرائيل. يقول حضرة أمير المؤمنين أنهم في الحقيقة يعيشون في عالم أوهام، لأنهم
حسب زعمهم أن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام لما سيبعث في آخر الزمان سيدخل في دعوته كل وجميع بني إسرائيل، فهكذا ستنطبق عليهم الآية القرآنية الكريمة إن الأرض يرثها عبادي الصالحون. فهكذا كيف يمنعهم الله سبحانه وتعالى من هذه البركة ومن هذه الميزة بعد أن قبلوا نبيهم سيدنا عيسى؟ وبطبيعة الحال هذه الآية ستتطبق عليهم بصفة أوتوماتيكية ويتميزون ويأخذون كل هذه البركات وهكذا سيصبحون من الصالحين. لماذا هم وفي إذا حتى الله سبحانه وتعالى لم يعطيهم هذه الأرض المقدسة بإمكانهم أن يرفعوا قضية الله سبحانه وتعالى ويروه الآية القرآنية الكريمة التي تقول إن الأرض سيرثها عبادي الصالحون؟ بني إسرائيل يمكن أن يحتجوا على الله سبحانه وتعالى بناء على نص هذه الآية القرآنية، فهكذا في آخر المطاف يبدو أنهم سيربحون تلك القضية ويرثون تلك الأرض المقدسة. Don't be sad. Because the interpretation is wrong. Don't take it seriously, right? He's the only Palestinian among us, so I said, when he heard it, he took it too seriously. Perhaps if the ulama is right, then we are out. قال حضرة أمير المؤمنين لأحد الحاضرين هنا في الاستوديو الأخ منير عودة إذ أنه من فلسطين، قال هو ألست حزينا بما سمعت؟ فيبدو هذا يقول حضرة أمير، أؤكد لك أن هذا من منظار ومن زاوية ما يقوله هؤلاء العلماء، ولكن نحن لا نعتقد بمثل هذه المتاهات. Right. So next question, please. About 4 or 3.5 minutes? 3 minutes. Ask your question in 1 minute and I'll answer in 2. There is a question from a viewer and it says, هل المهدي الموعود كان موصوفا بالإمام أو بنبي وإمام بمفهوم مصلح أم هو نبي أرسله الله تعالى إلى الأمة جمعاء؟ That's right. English translation. Was the promised Mahdi was described as Imam or as a Nabi? And according to my understanding, Imam is Muslih. And is the Mahdi going to be a Nabi that Allah sends to the Ummah? The word Imam is mentioned in the Holy Quran in application to the prophets of Allah. All the prophets which are mentioned, and it's only the prophets who are mentioned before this, they according to Allah are Imam. Each one of them is Imam. That's why he said Aimma. Yahduna bi amrina al Mahdi. Because they are not Hadiyin. They receive Hadayat from Allah, then guide others. Which means they are Mahdi. It's simple translation of Arabic. So all prophets are termed Al-Imam al-Mahdi. That is why Ahadu has used this term Al-Imam al-Mahdi only for one person about whom he says he will belong to us. Inna li-Mahdiyyena ayatain. There could be many Mahdis. But Al-Imam al-Mahdi is the one whom Allah appoints. So when Allah appoints, he becomes a Nabi. If he does not bring a Sharia, then he is without Sharia a Nabi. So otherwise, Imam Mahdi is just meaningless. It is only essential for us to believe in Anbiya. Not in any Imam. The Holy Quran does not bind it. But all the ulama are agreed on this, that when Imam Mahdi comes, for every Muslim it will be binding to accept him. Anyone who rejects an Imam appointed by God, what would be his status in the sight of Allah? So if somebody is appointed by God, if it is essential to believe in that appointment, which naturally is essential, then what is the definition of Nabuwa? What other than this? So he would be a Nabi, as mentioned in Surah An-Nisa, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ مِنَ النَّبِيِّينَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. So he will not violate Khatm al-Nubuwwat. He will come under this verse, which means obedient servants of Muhammad Rasulullah will not be debarred even from prophethood. أجاب حضرة أمير المؤمنين على هذا السؤال وقال أن كلمة إمام مذكورة في القرآن الكريم وتشير إلى منصب روحي يشير إلى مكانة أنبياء الله سبحانه وتعالى وذكر حضرته الآية من القرآن الكريم التي تحدث الله فيها سبحانه وتعالى وذكر أنبياء له وبعد ذلك وصفهم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا أي أئمة يهدون بأمر من الله سبحانه وتعالى ويقول حضرة أمير المؤمنين هؤلاء ليسوا هادون بل هم أئمة مهديين أي بمعنى أنهم يأخذون الهداية من الله سبحانه وتعالى والغرض من هذه الهداية هي هداية الناس في وقتهم وليقوموا بتلك المهمة الربانية العظيمة لذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال أن إن لمهدينا آيتين أي المهدي التابع للرسول صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الإمام العظيم الذي أخبرنا عنه فلما الله سبحانه وتعالى يعين and he did not entitle any مجدد الإمام المهدي ولم يعطي لقب they were reformers يقول حضرة أمير المؤمنين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعطي هذا اللقب أي لقب الإمام لأي مجدد في الأمة الإسلامية فهكذا الله سبحانه وتعالى لما يعين شخص بمهام روحانية هامة يصبح هذا الشخص نبي حتى بدون شريعة ويعطى له هذا اللقب أي اللقب النبي عفوا الإمام المهدي وهكذا كما تعرفون واجب علينا أن نؤمن فقط بالأنبياء لا بالأئمة وهنا نرى أن علماء المسلمون كلهم متفقون أنه لما يأتي الإمام المهدي لابد أن نؤمن به ولابد أن نبايعه ولو حبوا على الثلج فلماذا فرض علينا ذلك لأنه في الحقيقة هذه إشارة فقط وتسمية فقط وفي الحقيقة هو نبي خادم في سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتابع لدين الإسلام وهكذا بين حضرة المؤمنين أن هذا مبني على الآية القرآنية العظيمة التي تقول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصلحاء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فبين حضرة أمير المؤمنين هذه المرتبة الروحية التي لا زالت سائرة في الأمة وهذه في الحقيقة المرتبة التي تحصل عليها الإمام المهدي في الأمة المحمدية هكذا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة شكرا على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته